السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبكم في الله حبك الله. أسأل الله العظيم أن يجمع لك خير الدنيا والآخرة. وإياك والسامعين، تفضل. كنت أريد أن أسأل عن هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في صلاة الفجر في سورة الزلزال في الركعة الأولى؟ لا يصح. في الركعة الثانية؟ كررها لا يصح.